بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم القانون، موضوعنا إن شاء الله اليوم بالقضاء الإداري أسباب الطعن بالإلغاء. تكلمنا في المحاضرة السابقة حول شروط ميعاد رفع الدعوة، وتطرقنا أيضا إلى بدء ميعاد الطعن، وقلنا بأن يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ النشر أو التبليغ بالقرار الإداري المطعون فيه، وكذلك العلم اليقيني. وأخذنا حالات إطالة المدة وهي وقف الميعاد وقطع الميعاد، وتطرقنا إلى التظلم الإداري وقلنا ينقسم إلى تظلم اختياري وتظلم إجباري، وتطرقنا أيضا إلى شروط التظلم وأهمية التظلم وآثار التظلم، وأخذنا آثار انتهاء مدة الطعن بالإلغاء. اليوم إن شاء الله موضوعنا موضوع جديد، أسباب الطعن بالإلغاء. أسباب الطعن بالإلغاء يقصد بأسباب الطعن بالإلغاء تلك العيوب التي تصيب أحد الأركان الخمسة للقرار الإداري فتجعله غير مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه. يعني مختلف العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله غير مشروع وتسوغ طلب الحكم بإلغائه. والأصل في القرارات الإدارية إنها تتمتع بقرينة الصحة والمشروعية، أي افتراض أن القرار الإداري صدر صحيحاً ومشروعاً طبقاً لقواعد القانون، أي إنه خال من كل عيب. ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، أي أن على المدعي أن يثبت عدم مشروعية القرار بأن يقيم الدليل على وجود عيب فيه أو أكثر. فإذا كان هذا العيب مما يتعلق بالنظام العام، فالقاضي أن يثير من تلقاء نفسه، ويترتب على ذلك نتائج قانونية. العبرة في تقرير مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري هي في وقت صدوره وليس في تاريخ سابق أو لاحق لذلك. درج الفقه التقليدي إلى تقسيم أوجه الطعن بالإلغاء أو أسبابه إلى عدم الاختصاص، وإلى عيب الشكل والإجراءات، وكذلك عيب الانحراف بالسلطة، وعيب مخالفة القانون. وقد تعرض هذا التقسيم التقليدي إلى انتقادات كثيرة بعد أن ساد إلى وقت قريب، وقد أسهمت هذه الانتقادات إلى إفساح المجال للتقسيم الحديث الذي يقسم أوجه الطعن تبعا لأركان القرار الإداري. يعني أركان القرار الإداري خمس أركان، تبعا أي خلل وأي عيب يصيب بأركان القرار الإداري نطالب بإلغاء هذا القرار، وعلى أساس الربط بين عيوب الإلغاء وأركان القرار إلى عيب عدم الاختصاص. اليوم موضوعنا راح نأخذ عيب عدم الاختصاص، وكذلك عيب الشكل والإجراءات، وعيب الغاية أو الانحراف بالسلطة، وعيب المحل، وعيب مخالفة القانون، وعيب السبب. نجي إلى موضوعنا، هو عيب عدم الاختصاص. عيب عدم الاختصاص يعد هذا العيب أحد عيوب المشروعية الخارجية، لأنه خارج عن موضوع القرار الصادر من الجهة الإدارية، لكنه من أهم العيوب التي تصيب القرارات الإدارية
وهو أول عيب اعتمد في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لقبول دعوة الإلغاء. شو المقصود بهذا العيب؟ يعني عيب عدم الاختصاص عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، لأن المشرع جعل من اختصاص عضو أو هيئة أخرى. يعني تلك العيوب تكون التي تصيب أحد الأركان الخمسة، هو عيب الاختصاص، هو عدم القدرة قانونا على اتخاذ قرار معين، وذلك لضرورة صدوره من عضو أو هيئة أخرى، كما يعني خروج الجهة الإدارية أو المسؤول الإداري عن اتخاذ أحد القرارات الإدارية عن السلطة أو الصلاحيات المحددة له بموجب القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات. فهو هذا الشيء يحدث عندما تتخذ سلطة ما قرارا أسنده القانون ولاية اتخاذه إلى سلطة أخرى، يعني اعتداء سلطة على سلطة من اختصاص سلطة باء وتتخذ هذا القرار سلطة ألف تعتدي على سلطة، اعتداء على سلطة أخرى. أو بتعبير آخر، يحدث عيب عدم الاختصاص عند مخالفة قواعد الاختصاص، وهذا العيب يمكن أن يكون إيجابي كأن تقوم الجهة الإدارية بعمل لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، كما يمكن أن يكون عدم الاختصاص سلبيا وصورته أن تمتنع الإدارة عن القيام بعمل اعتقادا منها أنه لا يدخل في اختصاصاتها، أما سلبي أو إيجابي. يمتاز هذا العيب عيب عدم الاختصاص أنه من النظام العام نظرا لأهميته وخطورته، ويترتب على ذلك أنه يمكن إثارة الدفع بشأنه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، سواء بطلب من الخصوم أو من القاضي من تلقاء نفسه، ويحظر الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص، كما يحظر على أي جهة إدارية التنازل عن اختصاصاتها إلى جهة إدارية أخرى دون تفويض مقرر بالقانون. يعني لا يجوز أن أتنصل عن اختصاصاتي، ولكن إذا كان هناك مبدأ تفويض أفوض سلطة أخرى، ولكن أن ينص القانون على ذلك. يلاحظ أن ظرف الاستعجال لا يسوغ عيب عدم الاختصاص، أما الظرف الاستثنائي فتحكمه قواعد المشروعية الاستثنائية تحت رقابة القضاء. مصادر الاختصاص، يعد الدستور من أهم مصادر تحقيق الاختصاص على مستوى السلطات العامة في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن ثم يأتي دور المشرع العادي ليعين اختصاصات الهيئات الفرعية لكل سلطة من السلطات عن طريق النصوص القانونية، ولكن دون الإخلال بالنصوص الدستورية. وتتولى القواعد التشريعية تحديد الاختصاص ضمن هيكل النظام القانوني للدولة، فيطلع الدستور بتحديد قواعد الاختصاص على مستوى السلطات العامة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ثم يتولى المشرع العادي تعيين اختصاصات الهيئات الفرعية لكل سلطة من تلك السلطات. ولكن الأثر المترتب على عيب عدم الاختصاص يختلف باختلاف درجة جسامة العيب، لذلك سنتم بعرض صور لهذا العيب لتحديد أثر كل منها. وقد استقر الفقه والقضاء الإداريان في هذا الشأن على التسليم بوجود صورتين لعيب عدم الاختصاص، وهو عدم الاختصاص العادي أو البسيط، وعدم الاختصاص الجسيم أو اختصاب السلطة. راح نأخذ بالبداية
عدم الاختصاص العالي أو البسيط. عدم الاختصاص البسيط يقع عيب الاختصاص البسيط داخل السلطة التنفيذية وبين إداراتها وموظفيها، وذلك عند مخالفة قواعد توزيع الاختصاص، فيتجاوز مصدر القرار حدود اختصاصاته، ولا يؤدي هذا العيب إلى انعدام القرار بل إلى بطلانه وقابليته للإلغاء، ويجوز الطعن فيه بالإلغاء خلال مدة معينة، وبفوات هذه المدة يتحصن هذا القرار من الطعن، وتتحقق صورته عندما يصدر قرار إداري في موضوع معين يكون من اختصاص موظف أو هيئة غير التي قامت بإصداره، وبمعنى أن يكون القرار خارج عن اختصاص الموظف أو الهيئة التي أصدرت القرار، وتأخذ هذه الصور عدة أوضاع، وهي أولا عدم الاختصاص من حيث الموضوع. عدم الاختصاص من حيث الموضوع، أولا اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى موازية لها، ومعنى ذلك قيام سلطة إدارية بالتجاوز على اختصاص سلطة إدارية أخرى وتكون على قدم المساواة معها، توازيها يعني نفس المستوى الوظيفي معها، مو أعلى ولا أوطأ. ويلزم للتحقق هذا الوضع استقلال كل سلطة عن الأخرى، فلا يكون بينهما رابطة تبعية أو إشراف، ويحدث ذلك غالبا في حالة غموض النص وتداخل الاختصاصات، مثل ذلك اعتداء وزير على اختصاص وزير آخر، اعتداء مدير جهة إدارية على اختصاص لجنة مخولة قانونا بتقدير مثلا التعويضات المترتبة على نزع ملكية للمنفعة العامة، أو اعتداء مجلس محافظة على اختصاص مجلس محافظ أخرى، يعني تساويها في الدرجة الإدارية. ثانيا اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة إدارية عليا، ويجب لتحقيق هذه الصورة عدم الاختصاص أن يكون القرار الصادر من السلطة الدنيا أو المرؤوس قرارا إداريا بالمعنى الدقيق، وليس مجرد تذكير بقاعدة قانونية أو قرار سابق، بالرغم من أن هذه الصورة محدودة الشيوع في العمل لكنها ممكنة الحدوث، وأن يعتدي وزير مثلا مثال أن يعتدي وزير على اختصاصات مجلس الوزراء بإصدار قرار تعيين موظفين على مرتبة خاصة من صلاحيات المجلس، وكذلك أن يقوم المرؤوس بعمل يدخل من اختصاص رئيسه بناء على التفويض أو الحلول، لا يعد اعتداء على اختصاص الرئيس. يعني إذا فوض الرئيس المرؤوس بصلاحيته حسب القانون لا يكون هذا الاعتداء، ولكن إذا اعتدى مثلا مدير عام على اختصاص أصدر قرار هو ليس من صلاحيته ولكن من صلاحية الوزير، إذن هذا أمر يخالف القانون ويعد هذا عدم الاختصاص البسيط. هسه نجي على اعتداء سلطة إدارية عليا. احنا قلنا هسه أول مرة سلطة إدارية متوازية بالجانب الإداري، مستوى يعني بنفس التوازن الإداري، سلطتين لا عليا ولا أدنى، نفسها مساوية بالجانب الإداري. بعدين أخذنا سلطة إدارية دنيا تعتدي على سلطة إدارية عليا، آخرا اعتداء سلطة إدارية عليا على سلطة إدارية دنيا. فإذا كانت السلطة الرئاسية حق الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال مرؤوسها طبقا لمبدأ السلم الإداري بدون حاجة إلى النص إلى ذلك، فإن هناك حالات يكون للمرؤوس فيها ممارسة اختصاص معين دون أن يكون للرئيس سلطة المساس به كالإلغاء أو تعديله، كما قد يكفل القانون للمرؤوسين سلطة القيام بعمل إداري تحت رقابة رئيسه
فلا يجوز للرئيس التدخل إلا بعد قيام المرؤوس بالعمل، وقد يكون الاختصاص مشتركا بين الرئيس والمرؤوس. هذا بالنسبة إلى الاختصاص الموضوعي. زين، أكو هناك اعتداء آخر يسموه اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية. فالنظام اللامركزي يعتمد تقسيم الوظائف الإدارية بين سلطة مركزية وهيئات لامركزية إقليمية ومصلحية. يعني مثل اعتداء هاي من صلاحية الإقليم أو من صلاحية المحافظة، يجي المركز يصدر قرار ليس من صلاحيته، هذه تكون من صلاحية الإقليم أو صلاحية المحافظة، يكون هناك في عيب الاختصاص. أن الآخر هو عدم الاختصاص المكاني أو عدم الاختصاص الزماني. زين، أولا عدم الاختصاص الزماني إلى جانب النطاق الإقليمي المكاني لمباشرة الوظيفة الإدارية أو الاختصاصات الإدارية في نطاق زمني يتعين على السلطة الإدارية أو العضو الإداري التقيد به، أو كان قراره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزماني، فالمسلم به أن مزاولة الاختصاص الممنوحة لأعضاء السلطة الإدارية محددة بأجل معين وتنتهي بانتهاء هذا الأجل، ويكون تصور أن تكون ممارسة الاختصاص مؤبدة. فإذا استقال فرضا أن يستقيل الوزير أو أقيل، وجب عليه الكف عن مباشرة اختصاصاته أو عدة قراراته معيبة بعيب عدم الاختصاص الزماني. يعني مثل شخص موظف إداري إذا كان وزير أو إذا كان مدير أو كان موظف مخول بإصدار القرار، إذا حيل للتقاعد لا يجوز أن يقوم بإصدار قرار إداري بعد إحالته على التقاعد، أو أن يتمتع بإجازة مرضية لا يجوز أن يقوم بإصدار قرار إداري، يعني ضمن الزمن المحدد لهذا القرار. والقرار الصادر من وزير الداخلية بمنع الصيد فرضا بعد انتهاء مدة المنع المحددة بالقانون يعد مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزماني، لأنه يتضمن تجاوزا على الصلاحيات الزمانية التي منحت إياها القانون. نجي على الاختصاص المكاني. يحدد القانون لجهة الإدارة لها سمها الإدارات المحلية والمجالس البلدية حدودا مكانية أو نطاقا إقليميا لمزاولة اختصاصاتها، فلا يحق لها أن تتجاوز عليها، ولا أصبح عملها معيبا بعيب الاختصاص المكاني. وعليه لا يجوز لأحد المحافظين أن يمارس اختصاص يخرج عن نطاق محافظة، يعني جميع القرارات التي يصدرها تكون ضمن اختصاص محافظته، كإصدار محافظ أصدر قرار إداري بمنح رخصة لشخص للعمل في محافظة، هذا لا يجوز، ضمن هو صلاحيته ضمن المنطقة المحددة في محافظته. يجي على عيب آخر وهو يسمى عيب الاختصاص الجسيم أو اختصاب السلطة، ويطلق عليه هذا العيب من قبل فقهاء القانون العام، هو عيب اختصاب السلطة، إذ يصبح عيب الاختصاص من قبيل اختصاب السلطة عندما يكون على درجة فادحة من الجسامة، إذ يمثل اعتداء على أبسط القواعد القانونية وأكثرها أولوية، ويترتب على عدم القرار الإداري مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، أن يصبح منعدما وفاقدا لصفته القانونية ومن قبيل الأعمال المادية، ولا يحتج به ولا تنشأ عنه حقوق لصاحب الشأن. صدور قرار ممن لا يتصف بصفة الموظف العام. ففي هذه الحالة يقوم فرد عادي يتمتع بصفة الموظف العام بإقحام نفسه، يعني هذا الشخص لا يتصف بصفة الموظف العام، شخص عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام، يقحم نفسه في مباشرة اختصاصات إدارية، كأن يكون فردا غريبا تماما عن الإدارة، أو شخصا يمارس عملا في الإدارة لا يخوله اتخاذ القرارات كالسعاة ونقول احنا مثل اصحاب الخدمات، يعني الفراشين
أصحاب الخدم، عاملي النظافة، فتعد القرار ويتخذ هذا الشخص قرار، فتعد قراراتهم التي يصدرها منعدمة لا أثر لها. يبدو أن هذه القرارات تعتبر منتجة ومشروعة استثناء من هذه الحالة، أعمالا لنظرية الموظف الفعلي التي أقامها مجلس الدولة الفرنسي في حالته. يعني هذا قلنا هذا شخص ما له علاقة بالوظيفة يقحم نفسه في إصدار قرار إداري، وهذا القرار الإداري يعتبر منعدما. ولكن هناك نظرية يسموها نظرية الموظف الفعلي، هاي قررتها مجلس الدولة الفرنسي في الظروف العادية والظروف الاستثنائية. راح نجي نشوف شنو هاي النظرية. هاي النظرية تقولهم بأن هذا الشخص تصبح قراراته صحيحة إذا كانت في ظروف معينة. هسه راح ناخذ الظرف العادي. يستند تطبيق نظرية الموظف الفعلي في هذه الظروف على أساس حماية الغير حسن النية الذي تعامل على أساس الظاهر دون علم بحقيقة الأمر، مع من ظهر بمظهر الموظف الفعلي الذي جرى تعيينه بطريقة قانونية صحيحة، ثم اتضح موظف تعين بطريقة قانونية صحيحة ورا فترة اتضح بأن أكو مشوب بعيب التعيين، أي عدم صحة التعيين. الأعمال الصادرة عنه باتجاه الغير تعد، يعني عد موظفا فعليا، فالأعمال الصادرة عنه تعد أعمال صحيحة ومشروعة. مثال ذلك إلغاء قرار تعيين شخص لم يبلغ السن القانونية، أو إلغاء تعيين شخص على درجة أو مرتبة لا يستحقها. ففي كل هذين المثالين تعد الأعمال الصادرة عن الموظف قبل إلغاء قرار تعيينه، يعني قبل إلغاء التعيين مالته هو أنا عيناه، ولكن اتضح بأن تعيينه مشوبا بأخطاء وألغينا تعيينه، قراراته الصادرة تعتبر مشروعة. أما التصرفات القانونية الصادرة عن الموظف بناء على تفويض غير صحيح فقضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلانه. أما التفويض إذا قرار غير صحيح، يعني مدير عام يفوض أحد موظفيه بالتوقيع، أو يفوض أحد موظفيه باتخاذ قرارات إدارية معينة، واتضح بأن هذا التفويض غير صحيح تعتبر قراراته باطلة. في الظروف الاستثنائية، هسه احنا هذه ظروف عادية، ظروف استثنائية عيب عدم الاختصاص مهما بلغت جسامته على أساس ضرورة تسيير المرافق العامة بانتظام مؤطرات، ففي مثل حالة الحرب، كوارث طبيعية، انتشار أوبئة نحو ذلك، قد تختفي السلطة الإدارية ويبادر بعض الأفراد العاديين لممارسة وظائفهم وإصدار القرارات الضرورية لاستمرار إداء المرافق العامة لأنشطتها وتقديم خدماتها للجمهور. فعد القضاء الإداري إن هذه القرارات صحيحة رغم صدورها من أشخاص لا صلة لهم بالوظيفة العامة. هاي بالنسبة إلى الظروف الاستثنائية. أسعدنا صدور القرار من موظف لا صلة له بإصدار القرارات الإدارية، إنه اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، اعتداء الإدارة على اختصاصات السلطة التشريعية، واعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية. إذا اتخاذ الإدارة قرارات تدخل ضمن اختصاصات السلطة التشريعية أو القضائية يعتبر اعتداء على اختصاصات هاتين السلطتين، فتقوم الإدارة في إقحام نفسها في اختصاصات السلطة التشريعية وإصدارها قرارات إدارية في مسائل لا يمكن التصدي لها إلا بقانون يعد اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية، كما لو أصدرت الإدارة نظاما أو لائحة تفرض بمقتضاه ضرائب أو رسوم، جعل الدستور وجوب فرضها بموجب قانون، أو تعديل القوانين بقرارات إدارية أو كانت تنظيمية. كذلك فإن مباشرة الإدارة عملا من أعمال القضاء يكون اعتداء على اختصاص السلطة القضائية،
ويستوي في ذلك أن يكون العمل داخلا في اختصاص القضاء الإداري أو في اختصاص القضاء العادي أو في اختصاص اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. وذهب مجلس الدولة إلى أبعد مما وصل إليه نظيره، فتوسع في حالات اغتصاب السلطة توسعا كبيرا أثر اعتراض الفقه المصري على ذلك. يعني هنا الفقه المصري توسع في هذا البند إلى اغتصاب السلطة من قبل الجانب التنفيذي والسلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بينما تقيد الفقه المصري بهذا العيب وتوسع الفقه المصري بذلك. يعني لا يجوز أن تعتدي السلطة الإدارية على اختصاصات تعد من اختصاصات السلطة التشريعية، يعني السلطة التنفيذية ما يصير تعتدي على اختصاصات البرلمان أو مجلس النواب، وكذلك السلطة التنفيذية لا يجوز لها الاعتداءات على اختصاصات من صلاحيات السلطة القضائية. تعت إذا قامت السلطة التنفيذية بذلك تعتبر قراراتها باطلة ومن عدمة ولا صح لها في التنفيذ، وتكون قراراتها غير صحيحة وقابلة للإلغاء. في الختام نشكر حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.